وبالتالي البحث عن التمويل المناسب من أجل تحويل هذه الأفكار إلى منتجات ابتكارية قابلة للتصنيع. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة. اليوم بدنا نصوروا وين الكور، الكور ندي ماري ونديروا دورة فيها في سنتر فيل، ومن بعد نروحوا مع العمل لكم مرة وندينا المكتوب إن شاء الله. التسويق وجود أو إيجاد أو تحصيل على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وماذا عن لتحدي منصات خاصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه وفي خدمة للاقتصاد الوطني؟ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مثل ما جاء في تعليقكم هو السباق في مجال رقمنة مختلف نشاطاته وفروع خدماته، بحيث نعتقد أن أمزجة الرقمنة يمر عبر المنصات الرقمنة، وبالتالي قطاع التعليم العالي هو القطاع الوحيد الذي بحوزته 54 منصة نشطة، منصة رقمية تدخل في مختلف النشاطات سواء كانت بيداغوجية علمية أو خدمات. إذن بالنسبة لي إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة المعطيات الضخمة أو ما نسميه بالتنقيب عن المعطيات، حيث أننا نحذر لأن نطلق منصة أو تطبيق رقمي جديد للطلبة أو للتلاميذ السنة الثالثة المقبلين على شهادة البكالوريا على شكل ألعاب، وبعد حصولهم إن شاء الله على شهادة البكالوريا لدورة إجوان 2024 سيكون تطبيقا دقيقا باستعمال الذكاء الاصطناعي لمرافقة هؤلاء حاملي شهادة البكالوريا الجدد دورة 2024 في محاولة دقيقة علمية من أجل توجيههم توجيها صحيحا نحو الشعب والتخصصات طبقا لقدراتهم الفكرية وطبقا كذلك للنقاط أو العلامات التي سيتحصلون عليها إن شاء الله في شهادة البكالوريا 2024، وبالتالي سيكونون الطلبة الذين طالبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي في سيدي عبد الله، سيكون هذا أول منتوج لهم كعباقرة، كمنتوج للمدرسة الجزائرية للجامعة الجزائرية النوعية في هذا التطبيق الذي أستطيع وأؤكد أنه لا مثيل له لا في إفريقيا ولا في المغرب العربي ولا في دول العالم العربي. إذن يعني هذا هو تقييمكم سيد الوزير، يعني تقييمكم عموما للإمكانات التكنولوجية الجزائرية اليوم وكيفية نقلها إلى السوق في المنطقة؟ بالنسبة للإمكان البحث العلمي الجزائري هو بحث علمي متطور في المخابر في مراكز البحث، لكنه بطبيعة الحال يبحث على آخذ لهذه المنتجات العلمية. هنا الآخذ هي القطاع الصناعي والاجتماعي، وبالتالي على القطاع الصناعي والاجتماعي مرافقته كذلك حتى تقع لديه هذه الوثبة في استغلال وتطبيق مخرجات البحث العلمي والباحثين الجزائريين. هناك لدينا حوالي 29 منتوج بحثي أودع لدى القطاعات المختلفة الصناعية واقتصادية من أجل استغلاله يا ربي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كوش أخوي. لما قلت لك أن قطاع البحث العلمي الجزائري
يريد كذلك ان يكون منتوجا منتوجا بالكيلو. كتلوش تروح التاكسي ولا ولا جيس كيما تحب. لا انت ماشي ساعد الكريسلي خلي التاكسي مركزي بعد كنا نشوف او مع عيطت لك من اجل ان يصنع منتوجاته التقنيه وتسويقها. وين نروح تاكسيات ولا تاكسيات ولدي عايش تبلا ريشة يا موسى قلت دوك السكسي انا والله موسى بس جاي حط التم والثاني سيساهم هذا القطاع قطاع المحتوي بان يكون قيمه مضافه للاقتصاد الوطني خاصه ان قلت البحث العلمي ومفاتيح البحث العلمي في الاستراتيجيات من 2025 او 2024 2030 هو ان يستجيب للرهانات المجتمعيه عموما الكبرى ثانياً أن يكون شكل الحدات للبحث وتطوير التجديد الصناعي الجزائري وسياسة الحكومة التي تتجه نحو تصنيع وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال التصنيع بمختلف درجاته وكذلك أن منتجة للمجتمع والأفراد المجتمع الجزائري والمجتمع في الأسلحة منتوجا كاملا على المستوى. وهذا أيضا منوط بالنور الجزائري التوظيف في القطاع عرف السنة الماضية بالنقلة لافت عدد كبير من تم توظيفهم في هذا في القطاع السنة الماضية. قال لي يوم مخدوم بالحشيش وش الحليب رايب الصفراء قال لي هبل التوظيف وخاصة بالنسبة للحمد كنت راح نقول لك جيبي لي شوية جبن جبت لك جبت لك موتزاريلا موتزاريلا هاو ضبقني زوز حوايج وانا مشني مالفة في الحوايج هذيك مش مرضى هذه هي الصنعة الخامجة تاعي اللي من صغري ما ناكلش الحوايج هذيك خير لا لا علمتك كل ما علمتك صح ما عارفه علاه هي احترتيها فكك ربي الاحساسي البطاله من خلال هذه الشهاده وهذا كان لتوصيات مخرجات مجلس الوزراء من 14 ماي 2013 متواصلة هذه السنة بتوظيف 1725 أستاذ مساعد في السنة الأخرى كذلك توظيف أكثر من 500 أستاذ مستشفائي عندك ولو بالثالثة كملتي عملية التوظيف تفوق 2000 ها مالك كي تهبط السنانه اللي حنركبوا في التاكسيات البلاصه حنا وين وصلتي انت؟ حتى احنا قريب ما وصلوا لكوش ها في السنانه برك ما ما تدخلش للتعليبيس كنا في السنوات صح قبل السنوات الماضيه عندك ولا ليه؟ وش صار؟ أبرك مع رشيد من 20 هذا التوظيف سيساهم في تجميد أظن التعليم وتجميد مخرجاته وبالتالي يكون أكيد لا جديد لا قديم لا أكيد
زبد بودر مسابي علاه عطاهم لهم كلي يقراوها سنه ثالثه هما قريتهم نورمال ما دخلوها حروف مازالوا ما يقدوهاش يدخلوا لهم لونجلي خير هذا لا هي خفيفة على الفرنسية شبيك لها أو خفت على العزوز هيا الصبح الله يا تخلعي بعيد من بعيد منها ملاح الحاجة ماليش بها دور هيا ربي عينك ملاح الحاجة ربي سهل شبك وبالتالي دارنا دار المنظومة التعليمية العالية الجزائرية هي عبارة عن هذه الدار التي فيها عدة نوافذ من كل نافذة يأتينا ضوء شعاع كل شعاع في ثقافة متفتحين على اللغات الحية الأجنبية نحن متفتحين على الثقافات الأخرى بواسطة هذه الثقافات بواسطة هذه اللغات نتمكن من استيعاب التكنولوجيا نتمكن من استغلال نتائج التكنولوجيا والابتكار وبالتالي يساهم الفواعل الجزائرية تساهم في الترقية الاقتصادية على سواء كان المستوى المحلي الوطني والدولي إذا مثل ما قلت لكم نريد أن نكون متخرجا من الجامعة الجزائرية يعرف خمسة أشياء من بين هذه الأشياء وهو التواصل ولا يمكننا أن نتواصل بدون معرفة اللغات الحية الأجنبية لا يمكننا أن نتواصل بدون متقن التكنولوجيا الإعلامي والاقتصاد وهذا ما أدخلناه في مختلف البرامج الوطنية التي تدرس هنا وهنا في السلك الجنوبي. بالنسبة لفتح التعليم العالي على الخواص، فتح جامعات خاصة وفق المعايير الدولية، إلى أين وصل الموضوع؟ هو برنامج مهم جدا لأن فتح منظومة الجامعات الجزائرية ونحن المنظومة منظومتنا الجامعية من أن تكون متنافسة والتنافسية تؤدي أو تولد الجودة في التعليم والتكوين نحن بطبيعة الحال لدينا مسار في هذا المنظومة إن شاء الله سنحقق الدعم وهو التنسيق في الجامعات الكبيرة تبحث عن الجامعات المشتركة الجزائرية في إطار تنظيم وطني معمول به يعني سيكون في إطار التعاون والشراكة والتعاون وبالتالي نحن بدأنا هذا المسار ممكن سيستغرق وقتا نسبي ما لكننا سنصل الى منتهانا ان شاء الله وسنفتح جامعات دوليه الهدف منها هو خلق تنافس من اجل التجميد ومن اجل تحسين مخرجات المنظومه الجامعيه الجزائريه. شهاده البكالوريا يعني امتحان شهاده البكالوريا على الابواب ما الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال الطلبة الجدد
للموسم الماضي. ومن لدينا منصة أسألني يمكن للقادمين للبكالوريا أن يسألوا فواعل الجيل جهة بنت اليهودة تخصصات وشعب المدرسة الجامعات وكيفية التسجيل بها. وهناك فرق صلاح نعرف في اتصالات الجزائر تم كاينه قبل تسمى الفوبور وندورو مليعت المحبان تلقى هيا سبغ نجال تاع اليمالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا روح ما بيا غير خايف مشتاق يا عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هياد دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا جاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتي شحال منك يا جذبك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يضحانو ميد فلان صوتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا
قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. تبي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت ملتنين راني صدق في كوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في كوالي. سلام.
في اليوم سقط عائلة تتكثف تدريجيا بعد ظهور بمناطق جديدة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية تحمل محمية أثناء الليل على الجهات الشرقية والشمال والوسط. الكمامة في ارتفاع طفيف وتتأرج ارتفاع متى إلى 28 درجة وتكون في حدود 20 درجة في المنطقة. يتحدث عن أبرز هذه التعديلات الجديدة في ميكروفون أسماء.
5 الى 10 سنوات في غرامه ماليه من 500000 دينار الى مليون دينار كل من وضع النار عمدا في غابات او غيرها ومقاطع داخل غابات اذا لم تكن مملوكه له، واذا تسبب وضع النار في اي ضرر للاملاك العموميه يعاقب من 12 الى 15، يعاقب بسجن مؤقت كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابيه للدوله او الجماعات المحليه او المؤسسات او الهيئات الخاضعه للقانون العام قد تكون ثقافه المصير. وفي اليوم العالمي للفن الموافق ل 15 ابريل من كل سنه محطه في هذه الجريده نقف من خلالها عند القرار المصري رقم 37 المؤرخ في 14 ابريل 2022 والمتضمن استحقاق ابو بكر الجزائر ذهبت بعيدا في هذا المجال باستحداث شعبة للفنون في الطور الثانوي بدءا من السنة الدراسية 2022-2023 وفق القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أبريل من سنة 2022 يهدف إلى صقل وتنمية مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها واكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية والتاريخية والجمالية للإذاعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائهم مكانة في النظام التربوي الجزائري من خلال أربعة خيارات أساسية وهي الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمع البصري، وتتوج بشهادة بكالوريا في إحدى هذه التخصصات. في الرياضة يواصل فريق النجم الإدريسي لكرة السلة تحضيراته لخوض ثمار دولة الصعود ليحقق الوطني الأول، ويستغل الفريق أولى مواجهاته هذا الخميس بمواجهة نادي إبرباشن من ولاية بجاية ثم فريق بلدية باتنا وبعدها يواجه فريق فتيات الصيف. الفريق أجرى مقابلة ودية تحضيرية بقسنطينة أمام نادي فتيات علي المنجلي، يقول الأمين العام للفريق محمد يحيوي في ميكروفون ليتكلم. أنت ركع دورة بلاي أوف الصعود يوم الخميس المقبل إن شاء الله على المقابلة الأولى، هتكون على الساعة 5 مساء. نعود للمباراة في أجراء فتيات سنجتنا في مدينة علي المنجلي ضد فريق ينصب في القسم الوطني الأول، فريق معروف وفريق لاباس فيه مليح. سنجتنا داروا مباراة في قمة مع هذا الفريق هنا فازوا فوزنا عليه بنتيجه 44 مقابل 39 في عقل داريين. وهذه المباراه يعني برمجناها اولا لكي يكون الجانب النفسي خاصه النفسي للفتيات نتاع احنا خرجنا من مدينه النابه من قاعه تاع احنا لانه لاحظنا باللي كاين ضغط نفسي على الفتيات السيدات نتاع احنا. جزارة داك مدام نمط وخيوط صحي للجميع شعار الأسبوع الوطني للوقاية بمشاركة المؤسسات الصحية والاستشفائية. انطلاق وحدة تخصيصية وتوعوية حول مخاطر حرائق الغرب. 15 دقيقة بعد منتصف النهار لإذاعة الجزائر من عنابة تتم الجريدة. شكرا لكم والسلام عليكم. سيدي عاشورة. إيه. ولا بوست. لا 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 قبل قبل موبيليس شوي. Thank you.
إعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، إعلانات والإشهار الرقمي. معايير مهنية عالية الجودة لتغطية المنتوجات، الأفكار والخدمات، سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. فعالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيل الملكي وعلى أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية، سرعة، انتشار وفعالية بكل مهنية وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية راديو الجزائر وندزاد سلاش بي. الوطنية الموضوعاتية والجهوية.
بين عيد يدر عليك تعب تاع رمضان والله تفضل كوراج برك لازم نرقد في الليل برك والله ما نفيش ربي يقوي برك هذا ما كان الله يستر عايش ربي سهل عايش السلام عليكم. السلام. بخير بخير. بخير الحاجة. بون بلان باب. Thank you.
مع جميع أطراف النزاع المحاولة تحتية الوضع الأردن نفس الشيء الأردن بتقول ودعا وزير الاتصال الأردن المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين وأطراف مختلفة إلى عدم التصعيد حتى لا يتحول هذا الصراع إلى حرب إقليمية. هو نحكيه على الناس اللي عايشة على الميدان. إمارات بون إمارات قول دولة إمارات تعبر عن قلق عن بالغ قلقها تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة عمان العراق. العراق تقول مثلا يلحق الناس العراقي أبو الجبال والشيوخ وأحد من اتساع بدرة الصراع استهداف مصر إطار التصور الذي وزارة الدولة ناشئة مع جيش قطع الدفاع نفسها اقتصادية غربية لتعاود 24 وقت تلقى الجيش الأمريكي والجيش البريطاني الفرنسي هو اللي تصدر العملية بالخاص لتعاود لحد الأمصار حتى الأمريكية المكسيك وهناك خطر وجود الأمعنة هذا الكيان كان يدرك إليه كهو كمال لن يعد ما يدرك من ورق 20 متر للكيان الهافيس تحكي لي تعرفت على البلد الخيصة ما نفسي نهار ضده ولكن المقاومات الكبرى هذيك الصورة مات زالت ناس بيانا وفرق نسبة لأنا فقط شايف يعني من هناك طبيعة من الكريك واجه البشر على قوة تانية لأني أجر خلال المدينة معايا خمسة إيران مدركة جيدة تدرك تزوح بذلك تطالب على استعداد للذهاب المباشر للمواجهة مع البلاد تحت الأمريكية تضربني القواعد في المنطقة تضربني هذا اللي تقال هذه تجذب تنظر لي في اطار الوضع الاقليمي الحالي نحن في وضع اقليمي في زوج قوات واضحه صراع
كتب قلم كل حال كل الناس تصور أن هذا الصراع صراع رفض الفرجل كما نحن نقول في سعيدوس هذا الصراع كانت تلعب على رقبة شجرة كل حركة عندها حسابك وحركة عندها دراها وإذا حد هذه اللحظة يرى المشكل في تحقيق أهداف استراتيجية وإذا تحت الأمريكية المشكل بأنها تعاود تخرج حتى على الامتياز انضباط إلى التصور الأمريكي للمنطقة مع بسام بوليني شوية آخر السؤال الأساسي باش يكون في كل ذلك على المدى العراق دولة اعتدي عليها ردت على هذا الاعتداء هذا المنطق الآن يمكن يؤدي بنا إلى استخلال فكرة الحرب واعتبار أن دخول المنطقة في حرب مهم ياسر لشعوب المنطقة الخاسر الأكبر من توسع الحرب مش من توسع انكسار حركة المقاومة الفلسطينية والدعم الشعبي لها الخاسر الأكبر من توسع الحرب هي شعوب المنطقة وبالأساس القضية أن الفلسطينية وبالأساس القوى المدنية والحدات والجهات والطبقات والنساء والأطفال اللي يقف قرايتهم وتقف حقهم وتقف مدنهم وتقف حياتهم الفاتح الأكبر من الحرب هي شركة تصنيع السلاح هي القوى الاستعمارية هي القوى الإعلامية اللي تغذي حرب الحضارات وحرب الثقافات بين الغرب المدعوم لإسرائيل المسمى بالقوسين العالم الحر والعالم الإسلامي نحن خاسرون في توسيع هذه الحرب وتحويلها إلى حرب أكثر من إقليمية شكرا لكم مواضيعين باسم اختار موضوع آخر الموضوع هذه الأهمية هيئة إيهاب 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 أروح هيا بالعقل لقيت طوموبيل ماتت هي صايمة وكلش عندك أجرة يا ربي يسطا ماكش مشكلة ماشي إيه حتشي هيا كي صايمة وشايطة حل أخوي هيا حتشي ماشي أبو فكر قلت وجهي أختي قلت له تحبسها لي لحبسها هاتشي مهمة دوا الحد تعليم قلت على وقف المسا شيخ ميدان ها؟ لا وجوزي رحمة البيتة ودي يا ربي ولي طلعني ما نعرفش انا وين انا وغير جابر كان في الاستعدادين هو غير ربي كل هاي بخصها
بتاريخ لاحق ليوم 5 أبريل هو في حكم التدليس المعنوي الموجب للتشكل الجزائري. شكرا لجيه لكن يبدو فما جديد لو في الحكاية بما أنه قد يكون الآن يتداول فكرة الإعلان عن قرار ختم البحث. سمير ديرو على السلامة. أهلاً وسهلاً وكل عام وانتم بخير. سيد دايما سمير ديرو بارك الله فيك. ما صحة ما يتم تداوله الآن أنه يمكن قد يتم الإعلان عن سلام لي مي بول دو فرانس يعيشك باكولون ها باكولون سنه بولفار امير عبد القاهر ايوا نعم سولي عبد القاهر خف تقر مع العرب يلا خلى بكري لي مي بول دو فرانس
واقف يا سيد حمود يا مولا ستار خذ وعطف يا سيد حمار مكسرة من زيت مكسرة عندها 10 سنين وهي مكسرة والله العظيم ماشي ملي ولا لومبوتياج هكا عاد واحد باش يهبط ملي زمان يدور هكا على البلاد
مصطفى اسلام مثل الاسلام السياسي اسلام الاسلام السياسي الشيعي واحنا في هذا الكل شوف احنا السؤال هذا عمر ما طرحناه وحنا نعرفوه توا بقعدش حتلقينا في شكون عندنا في هنا في تونس قلت لا راهو حماس ماهوش اخوان المسلمين وخرجوا من التنظيم الدولي الى اخره حماس اخوان المسلمين نكونوا واضحين ويعني الفرع الاخوان المسلمين تكون في الاراضي المحتله من يعود الى اربعينات القرن الماضي والقيادات والشيخ ياسين القياده الاساسيه نتاع حماس وحماس كلها هي تنظيم يتبنى الفكر التي خصصت للكثير العجز عن المفروض الضيف والذي دعا المعهد الوطني للصحة الكبرى منذ 18 من مارس المنقضي إلى ظهورة الأفاجير. قضية الموجز على المشوار السوق واعي ويشمل ويستهدف اكثر من مليار واكثر
مليون جابوه المحكمة وهو ما يعود به ويعتمد على رجال على حبهم ويضمن أيضا حتى رجال أعمال تحقيق التعامل بالتاريخ وتحقيق أيضا اتفاقيات تجارية تتجاوز عدد 45 مليار دولار تنتظر ويضع إلى الاقتصاد تعود بالجريدة سواء على الحروب القارة الإفريقية أو على ازدهار شكرا لك يا سيدي كنت معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمر العربي في الجزائر على الدفع بوثيقة المشروع الاستثماري عبر المؤتمر وذلك طريق تسليم 196 عام عقاري مع عرض أكثر في عقاري جديد بعد كل عام 25 ولاية تسمح بتوسيع دائرة الاستثمارات ومنه المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والتفاصيل معك شانس الدكسات عرض الأوعية العقارية الاقتصادية أمام المستثمرين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة عبر المنصة الرقمية للمستثمر أعاد الثقة للمستثمرين وشجعهم على التسجيل والاستفادة من ميعاد العقد خصوص الشارف إطار مسير بمؤسسة اقتصادية خاصة وتعمل الوكالة الجزائرية في تقية الاستثمار على تبسيط الإجراءات وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرقمية للمستثمرين من شأنه تمكين المستثمرين من الحصول على مختلف التراخيص ومتابعة سير دراسة ملفاتهم في مختلف مراحلها على السمع المستثمر. سمحت رقمنة عملية الحصول على الأوعية العقارية الاقتصادية بأخلاقة المعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار وضمان الشفافية التي أعادت الثقة إلى المستثمرين أصحاب المشاريع الخلاقة. تكوين في مجالات تسمح لهم بفتح آفاق واعية. حمزة حسناوي اقترب من بعض النماذج وعد ريبورتاج التالي. نشكر الدولة اللي فكرت فينا وداروا لنا منحة بطالة. فريدة خريجة جامعية مستفيدة من منحة البطالة تقول أن المنحة التي أقرتها الدولة خففت لها الكثير من المصاريف اليومية. كانت تعمل جميعية تحصل جماعة جزائرية تحصل جميعية Thank you.
تقديره الكبير للمعلمين الذين وصفهم بأنهم حمالة أمانة تنشئة الشباب على الروح الوطنية، حيث أوصى بالإسراء إليهم والرفع من منزلتهم بأداء المنظومة التربوية من خلال إجراء إصلاحات عميقة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية اتخذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات الشجاعة والهامة التي أسعت الاهتمام الخاص الذي يوليه للأسرة التربوية ومحسابات شحنة كبير في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع. وتحرص الدولة أيضا على توفير شروط النجاح للمتمدرسين في أدوار التعليم الثلاثة، والتي تحصل 11 مليون جنيه إلى جانب قرابة 1913. وخلال استضافته في برنامج فورم الأم مع بريزة بريزاف، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كما تضاري أن عمليات توظيف الأساتذة متواصلة وزادا مع تعميم الرقمنة. في السياق كشف بدري عن تسجيل خلافة هذا قبل مئة سنة واقتصاد 7.8 دينار في الإطعام الجامعي وتوفير 640 مليون دينار جزائري في مجال مكر في مجال الإطعام أولا من حصر عدد الوجبات اليومية للطلبة في سنة 20 مطعم جامعي أكثر من 500,000 وجبة. في السنة الماضية كانت تقصى 1,000,000 وجبة يومية، بدقة 500,000 وجبة، وبالتالي 500,000 وجبة تصدق بالحزينة العمومية. سينا 7.2 مليار الخدمات التي تقدمها هذه الحافلات في مختلف المسارات المخصصة لذلك، تمكنا من إحصائي أكثر من 34,000 خلال سنة الخدمة لم تقدم للطلب، وبالتالي اقتصاد أكثر من 640 مليون دينار جزائري. وزير التعليم العالي والمحترم الذي كشف قيمة صح الولاد بالنسبه